أحد المساجد في مدينة في قرية النيرم. 4/2/2013 الطيران الإسرائيلي السوري، هو طيران إسرائيلي ولكن بيد بشار، قام بقصف المآذن. لا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن الكريم يهان، فأين المسلمين؟ هذا النظام لا يراعي حرمة لبيوت الله. الله أكبر. قرية النيرب، أربعة 2/2013 دمار هائل حدث في المسجد الكبير، إضافة إلى مأذنة المسجد. الله أكبر، الله أكبر. زينة المسجد استهدف في منطقتين.